شوطنا لشوط حضرتك ونشكر الحكام. والحقيقة كابتن لازم ننتقل لأرض الملعب للزميل طبعا عزب السيد لنقل طبعا مراسم تتويج النادي الأهلي كبطل. فإلى هناك مرة تانية مع حضراتكم بقى ولحظة التتويج وتكريم للحكام اللي أداروا اللقاء. الحكم الثاني كابتن أيمن الذهبي وتسلمه كده لميدالية تذكارية من الاتحاد وأيضا درع تذكاري. شايفين بقى في اللجنة الدكتور سامح حمدي والكابتن سامي إبراهيم والكابتن ناصر شعبان. وأدي علامات الفرحة على أوجه الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي. اللواء خالد أبو زينة بيداعب كده أجهزته بقى الفنية ولاعبيه. وما زال تتويج الحكام مستمر أو تكريم الحكام مستمر. التتويج لا يكون إلا للبطل. وادي الطاقم التحكيمي الدكتور وائل عنديل. واغلب الحكام المساعدين كانوا من منطقه الجيزه اللي تم احلال وتعيين بقى منطقه الجيزه ومنطقه الدهقليه كده عن طريق الدكتور سامح حمدي. هنبدأ بقى مع حضراتكم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بعد تكريم اللجان المختلفة في الاتحاد المصري. بعد طبعا ما نجاح اللجنة المؤقتة بقيادة الدكتور سامي حمدي في الخروج بالبطولة بالشكل اللائق سواء دوري عام أو كاس سيدات ورجال أو بطولات المراحل السنية ناشئين وناشئات وشباب وشابات. كان موسم صعب جدا طبعا بجائحة كورونا كده اللي حرمت العالم كله من ممارسة الرياضة، ولكن بإصرار منقطع عن نظير صمم كل الأجهزة بقى ووزير الرياضة باستئناف الدوريات طبعا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ولكن زي ما احنا شايفين اهو تابلو بيترسم من جديد وابتسامة جديدة على أوجه اللاعبين. وأظن ان ابتسامتهم وفرحتهم مش بالفوز فقط، ولكن طبعا ابتسامة بعودة النشاط مرة أخرى بعد توقف دام 4 سنوات ونص والتتويج لنادي الزمالك صاحب المركز الثالث. يقوم به كابتن سامي إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، ومعاه أحد البارزين داخل صفوف المنظومة في نادي الصيد وهو مدير النشاط الرياضي بنادي الصيد الكابتن أشرف الفار. وما زال تتويج نادي الزمالك بالمركز الثالث في بطولة كأس مصر. هنروح بقى لصاحب المركز الثاني والمباراة اللي اتقدمت بشكل وتابلو رائع طبقا لتعليق طبعا الدكتور فؤاد عبد السلام. وفعلا عنده حق كابتن إبراهيم فخر الدين قدم لنا حاجة بتعلم الناس كلها ان مفيش حاجة اسمها مستحيل. فريق نادي الجيش تم إحلاله وتجديده في الموسم السابق، وزي ما احنا شايفين لاعبين صغار السن داخل الصفوف بيقودهم المخضرم أشرف أبو الحسن داخل صفوف نادي طلائع الجيش بيحاول مع فرقته كده واللي وصلهم للمركز الثالث في الدوري والمركز الثاني في الكاس. وادي اول تكريم اهو بيكون من العميد صادق رئيس جهاز نادي الجيش بيكرم فرقته وبيقلدهم كده الميداليات الفضيه عفوا. شبل واشرف ناس من الجيل الوسط ولكن طبعا بيثروا الكره الطائره داخل صفوف نادي الجيش. أشرف أبو الحسن مرقب بالحاوي وهادي أنس ميدالية المركز الثاني. تشريف وتكريم لكل الرياضيين وصولهم لمنصات التتويج.
زال تقليد الميداليات لصاحب المركز الثاني نادي طلائع الجيش. شايفين في لاعبين فعلا صغار السن داخل الصفوف، وده مكسب كبير لنادي طلائع الجيش بقيادة المخضرم الكابتن إبراهيم فخر الدين، ابني من أبناء النادي الأهلي. الجهاز الفني والإداري المعاون. وادي ظهر بقى في الكادر محمد دخيل المدرب العام لنادي طلائع الجيش من ابناء درونكا، ثم كابتن الوزير والكابتن ابراهيم فخر الدين. وادي الصور التذكاريه لصاحب المركز الثاني نادي طلائع الجيش. والآن مع الذهب والنادي الذهبي والنادي القرن النادي الأهلي ومحمد عبد المنعم، وطبعا بقى ادي الجهاز المعاون بيقلد كده الميداليات الكابتن سامح حمدي ورئيس نادي الطير الكابتن محسن طنطاوي. وادي الميداليات الذهبيه الكابتن سامح او الدكتور سامح حمدي ونائب رئيس نادي الصيد. يقلدوا اللاعبين للنادي الاهلي الميداليه الذهبيه والفوز بالمركز الاول ببطوله كاس ملك دوله. واحمد صلاح اهو. وادي جمعه بقى الولد الشعي في داخل الصفوف على طول بيلقن اللاعبين بكل التعليمات الفنيه، ما شاء الله حابينه جدا داخل صفوف النادي الاهلي. وادي عبد الرحمن كان عنده إصابة خفيفة كده، إن شاء الله يرجع منها سالم على طول داخل صفوف النادي الأهلي. وشايفين على الكادر أهو الكابتن محمد همام نائب رئيس نادي الصيد والدكتور سامح حمدي ما زالوا يقلدوا النادي الأهلي النادي البطل النادي صاحب المركز الأول في بطولة الدوري، صاحب المركز الأول في بطولة الكاس، ما شاء الله صاحب المركز الأول في البطولة العربية ثلاثية ولا أروع من كده. ولو كان فيه زي ما قلنا رباعية وخماسية كان يستحقها النادي الأهلي، لأنه فعلا فريق لا ينافس حتى الآن. وإن شاء الله تكملة المسيرة على كده وتم التقليد، ومستنيين بقى كأس البطولة واللي هيستلمه كابتن الفريق أحمد صلاح. وادي برضو الصور التذكارية الثلاثية هي عاملها بإيديه لاعبي فريق النادي الأهلي، بيشاوروا الثلاثة كده كابتن الفريق أحمد عبد الله عبد السلام عفوا. طبعا الاثنين أبناء جيل واحد. وأدي تسليم الكأس لكابتن الفريق عبد الله عبد السلام. قد ايه خلوق، قد ايه بيراعي لاعبيه، قد ايه بيكون همزه وصل ما بين الجهاز الفني والاداري واللاعبين. وابتسامته الجميله اللي ما بتفرقش وشه ما شاء الله، ولسه مكمل في الملعب يا عبد الله بمنتهى التالق ومنتهى الاجاده انت واحمد صلاح وكل زمايلك. ان شاء الله نشوفكم في مزيد من البطولات والمناسبات والفوز بكافه البطولات اللي بتقوم سواء افريقيه او عربيه او اسيويه او اي بطوله هتقوم النادي الاهلي هيكون فيها هيفوز ان شاء الله بالمركز الاول. كل الشكر للدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته، للكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، لكافه اللاعبين، وشكر خاص لاشرف ابو الحسن الحاوي داخل صفوف نادي الجيش صاحب ال 45 عام. وبنعود مره ثانيه للكابتن هيثم السعيد، سعدته بوجودي معكم محدثكم عزب الشربجي، على امل اللقاء قريبا ان شاء الله في مزيد من المباريات ومزيد من التعليقات داخل اروقه قناه النادي الاهلي نادي النسر الذهبي النادي المحلق دائما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.